نحن رواد الغد سنحرر الأقصى من دنس الصهاينة المجرمين. أكيد سنحرر يافا وعكا. أكيد سنعود لفلسطين، كل فلسطين. سنعود لحيفا ويافا وعكا. سنعود لتل الربيع. الصهاينة المجرمين إنهم ينسحبوا ويطلعوا من 48، صح ولا لا؟ أسود، طب وين بدهم يروحوا؟ حرس، قلت لي قبل قليل إنهم يعني كانوا أصلا هم مش مكان هذا، في مكان من سويسرا ومن أمريكا، من البلاد الأجنبية. أيوة